بعض، الناس ابتدت تنزل علشان المدارس هتبدأ، يعني كل سنة طيبين، واكيد انت عشتي اللحظة دي النهاردة الصبح. اول يوم بالنسبة لنا احنا المدارس الدولية بالظبط بدأت النهاردة، ان شاء الله يكون عام دراسي جديد، ولسه طبعا في ناس هتدخل المدارس. ان شاء الله رب تكون سنة حلوة ويسعد صباحكم جميعا. بنبدأ معاكم اهو اليوم دايما كده بنتكل على الله وبنبقى متفائلين، وان شاء الله خير تكونوا معانا من دلوقتي ولحد الساعة 10. وبما اننا بنتكلم عن المدارس فخلاص خلاص هنتكلم بقى عن يعني ايام قليلة بتفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، والاستعدادات اكيد بتجرى على قدم وساق. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه امبارح رسالة هامة ومشجعة قبل بدء الدراسة للطلاب والمعلمين، قال فيها انه المدرسة بيتك التاني فحافظ عليها. زملائي وأبنائي المعلمين، الرسالة موجهة ليهم، ما نسعى عليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة، وأن تكون المدرسة مكانا محببا للطلاب وجاذبا لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية، على أن يجد كل طالب ذاته في المدرسة ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلاده ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر على التنافسية، ويكون الطلاب قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم، وبناء شخص واعي وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه. يعني كلام محفز ورسالة أكيد جميلة، وإحنا لسه يعني خلاص أيام بتفصلنا عن بدء عام دراسي جديد إن شاء الله. الحقيقة جد يعني خليني أقول لك إن كل الحمد لله متفائل إننا نشوف عام دراسي جديد ومختلف في ظل طبعا اهتمام الدولة ودعمها اللامحدود علشان يكون عندنا نظام تعليم متطور. والحقيقة أنا مهتمة جدا برسالة وزير التربية والتعليم علشان فيها رسائل مهمة كتير، يعني مثلا قال فيها برضو المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب أبنائنا الطلاب ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم. لذا أدعوكم جميعا بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب أبنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف وأن يترسخ داخل وجدانهم. الحقيقة المدرسة فعلا عليها دور تربوي وتوعوي وثقافي ورياضي مهم جدا. إن شاء الله زي ما قلنا يكون عام دراسي كده شايل لنا كل الخير، وربنا يحفظ ولادنا يا رب، اللهم أمين. أمين يا رب. ويعني بتبقى برضو فرصة لأولياء الأمور إن هم يشموا نفسهم بقى، يعني لأن فترة الصيف بيبقى انشطة رياضية والنادي والتفاصيل دي كلها شغلهم والاهتمام بأولادهم وكده، فدلوقتي الولاد بقى يركزوا بس ما يمنعش برضو أن أولياء الأمور عليهم برضو دور. هنذاكر يا جيل هنذاكر لهم بالظبط كده، ربنا معانا جميعا. آمين يا رب.